السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ بالنسبة اللي عم يسألني على طيوبة، أخو زوجة أبو جميل، أبو جميل اسمه. بالنسبة لها بنتين الله يرحمهم، والأم وأخوه الله إن شاء الله، وأربع بنات، وأربع بنات لسه تحت الأنقاض وفي أصوات، وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أخوه أبو جميل موجود جنبي بنفس الشارع، وهي صوت بنايته. صبايا ما بعرف ايش احكي، كلكم عم تقولوا لي طمنينا طمنينا. انا الحمد لله بخير واهلي بخير، الحمد لله رب العالمين. زعلاني من كل قلبي على الشيء اللي صار بتركيا وبسوريا، بحلب، بريف حلب، بالشام، باللاذقية، بتركيا. يعني ايش واحد يحكي؟ ما بعرف. حبيت انزل هذا الفيديو. الناس مصورة بيت طيبة من القفا ومن قدام، عم بيقولوا انه كل شيء، حدا عم بيقول انه عايشة هي تحت الانقاض. طالعوا بنتين متوفيات، دفنوهم بشميرين، وصبايا طيبة لحد الان مثل كل هالعالم. يعني لحد الان تحت الانقاض هي واربع بنات. الله هيك يختار الخير يا رب.